بنك مصر الاجتماعي قرر رفع أسعار الفايدة على الشهادة الثلاثية، وصلت ل17.25 سنويا بدلا من 15%. الشهادة اللي بيطرحها بنك مصر الاجتماعي متنوعة من حيث دورية صرف العائد، يعني لو عايز العائد شهري فهتلاقيها بدل ما هي كانت 14% أصبحت 16%، ولو عايز دورية صرف العائد كل 3 شهور فالعائد أصبح 16.25%، ولو العائد كل سنة فالعائد 17.25%. اقدر اختار دورية العائد ازاي؟ بتختارها انك انت بتشوف الالتزامات اللي عليك شكلها ازاي. لو انت محتاج التزامات كل شهر على طول بتجري على العائد اللي هو شهري، لان ده بيوفر لك مبلغ كل شهر تقدر تستفيد بيه كل شهر وتلبي احتياجاتك او التزامات اللي عليك. لو انت عايز كل 3 شهور فبتروح للعائد اللي هو كل 3 شهور، لو عايز العائد اللي هو كل سنة فبتروح للعائد اللي هو كل سنة اللي هو 17.25%. ايهما افضل؟ طبعا افضل هو 17.25%. انت بتحط المبلغ والبنك بيستثمر لك المبلغ، وفي نهاية العام بتلاقي المبلغ موجود في حسابك. طالما قلنا موجود في حسابك يعني بيتطلب ان لازم تكون عميل لبنك ناصر الاجتماعي. لو انت عميل لبنك ناصر الاجتماعي على طول بتروح وبيقدر ان هو برقم المقاومي والموظف يعمل لك الشهادة اللي هي مدتها 3 سنوات. طب انا عميل جديد؟ عميل جديد البنك بيفتح لك حساب بالبطاقة او الرقم القومي بتاعك، بيفتح لك حساب وبعد كده في نفس اليوم على طول بتقدر تشتري الشهادة وتحدد العائد اللي انت محتاجه. دايما تحدد العائد وفقا لظروفك، مش وفقا ايهما افضل. ايهما افضل؟ العائد الاكبر، لكن وفقا لظروفي انا محتاج عائد كل شهر فهروح للعائد الشهري. هل الشهادة دي اقدر اقترض بضمانها؟ تقدر تقترض بضمانها، تقدر تحصل على بطاقة ائتمانية او ما يسموها بطاقة المشتريات. انت اول ما بتفتح حساب بتاخد حاجة اسمها بطاقة الخاص، بتقدر تتعامل مع ماكينات البنك. طبعا عايز اي استفسارات جديدة عن البنك تقدر كده تتواصل مع البنك على الرقم اللي هيظهر لحضرتك دلوقتي وتكلمهم وهم هيردوا على حضرتك. حبيت تسألنا على القناة اسألنا واحنا ان شاء الله نجاوب حضرتك. طب انا حصل لي اي ظروف عاوز اكسر الشهادة؟ كسر الشهادة بعد مرور 6 شهور. لو قبل ال6 شهور بتقدر انك انت تقترض بضمانها، تقدر انك انت تكسر كسر جزئي او كسر كلي للشهادة بعد مرور ال6 شهور. قبل ال6 شهور بتقدر تقترض حتى 90% من قيمة فلوسك اللي موجودة لدى البنك. الشهادة زي ما قلنا مدتها 3 سنوات وبتبدأ من 1000 جنيه والمضاعفات، تقدر انك انت تشتريها من اي من فروع بنك ناصر الاجتماعي. نشكركم، بنذكر حضراتكم اللي ما اشتركش يشترك، فعل خاصيه الجرس، يشارك الاصدقاء لتعميم الفايده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بص كده على القناة بحيث تقدر تتعرف على الفيديوهات اللي موجودة على القناة، لان في كتير من تساؤلات حضراتكم اجابتها موجودة في فيديوهات عملناها قبل كده كلهم بيتعلقوا بالبنوك وتعاملات العملاء مع البنوك. بنك القاهرة اعلن اليوم عن طرح شهادة جديد اسمها البريمو جولد. الشهادة مدتها 3 سنوات والعائد متنوع على حسب انت بتختار العائد ازاي. يعني لو انت اخترت دورية صرف العائد شهري فسعر الفائدة بيكون 16% سنوية، ولو انت اخترت دورية صرف العائد يعني العائد ينزل في حسابك كل 3 شهور فالعائد 16.25%. اما انت لو اخترت دورية صرف العائد سنوي فالعائد 17.